أهلا وسهلا مرة أخرى، ونستكمل في هذا المقطع ما قد توقفنا عنده في المقطع اللي فات من هذا الفيديو العقيم اللي عمله كابتن هيثم طلعت في انتقاد شريف جابر، أو الادعاء أن شريف جابر بيقول حاجات مش مظبوطة. دعونا نستكمل من حيث توقفنا. هذه فضيحة كبرى لشريف ومهزلة في الترجمة، لكنه بين أحد أمرين، إما أنه كذاب وإما أنه جاهل بألف باء لغة. الفضيحة الأخرى ألف باء لغة، يعني برضه نفس إيه؟ هذه الطبقة هذه الطبقة يعني من الناس اللي قلنا عليها في المقطع اللي فات، طبقة الفلاحين اللي هم أرياف يعني، من حتة ضحلة في الثقافة، بيخشوا كليات الطب وينطقوا اللغة الإنجليزي المكتوب، بينطقوه باللغة الفصحى، البلاد والمينيستري والبلاد زي كابتن هيثم ما بيعمل، وبيتريق على شريف. وبعدين عندهم برضو ايه النوشن ان الانجليزي اسمه لغه. يعني انت بتعرف لغه، هو اللغه دي يعني انجليزي، فيقول لك هو عنده جهل بألف باء لغه يعني. بس ليه؟ لان هذه الطبقه المنحطه من الناس دايما اللي هو ايه الانجليزي عندهم اسمه لغه. وبعدين بيسالوا بعض اللي هو انت معاك لغه؟ تحس ايه شايلها في جيب البنطلون اللي ورا مثلا، اول ما تحتاجها تروح مطلع اللغه من جيب البنطلون. نستكمل. أن جالي نوس أو جال لم يقم أصلا بترجمة، آسف، لم يقم بتخطئة أبوكرات أو أرسطو. أيضا الفضيحة الأخرى، أيضا جالي نوس لم يقم بتخطئة أبوكرات أو أرسطو في هذه المسائل كما يقول هذا الملحد الجاهل. فأبوكرات وأرسطو يقرران نفس هذه الحقيقة التي يقررها جالين، والكلام الآن أمامكم. فأبوكرات وأرسطو يقرران نفس الحقيقة التي توصل إليها جالينوس، وهي أن ماء الرجل يختلط ويحتبس داخل دم حيض المرأة، والكلام الآن أمامكم على الشاشة الأرسطو. طبعا هذا الكلام كلام واضح جدا أن هذه مهزلة في ترجمة هذا الملحد الجاهل، وفي أيضا استنباطه وفي استنتاجه. نستمع إلى نقطة أخرى. قبل ما نستمع إلى نقطة أخرى، هو قال إن هذه فضيحة الشريف، إن جالينوس أو جايلن لم ينتقد أبوكرات وأرسطو. وبعدين حاطط لك على الشاشة حتة كده اللي هو إيه أرستاتل في كتاب كذا اللي هو أرسطو، وبعدين اللي فوقيه برضه اللي هو إيه الحتة اللي هي إيه بتاع المينستري أوف بلاد. دي طبعا ايه اللي هو المفروض ان ده ابوكراتيس يعني، ارستاتول كان تلميذه. بس ما قالناش جيلين قال ايه، عشان يقول لك ان جيلين ما قال، وانا جايب لك الكلام اهو. طب في جيلين قال ايه؟ مش حاططها انت يعني، لان جيلين فعلا هو ما قالش عليهم ان هم اخطاوا، ولكن قال لهم ان هم وصلوا لحد المرحله دي، لكن في حاجه هم ما كانوش فاهمينها وهو كمل عليهم. لكن ما حدش فيهم قال يا عم هيثم بيه ان الاثنين بيتحدوا ببعض. المينستر بلاد ده هم قالوا ان هو بيتغذى عليه، ما قالوش ان هو بيتحد بيه، ما قالوش ان هو ده دور. لكن كانوا بيقولوا زي ما قلت في المقطع اللي فات ان المرأة عندها سيدز، بذور بتتحد بالسيمن او بالحيوان المنوي بتاع الذكر، والكلام ده هتلاقيه في الكتاب اللي انا قلت عليه في المقطع اللي فات، A History of Embryology، وهحط اللينك بتاعه في هذا المقطع ايضا. فانت كاذب يا عم هيثم بيه، واللي انت بتقوله ده هرتله ومجرد ادعاء على الراجل ان هو جاهل، ده لان انت مش لاقي مخرج تخرج بيه، وعمال بس ايه تطلق التحديات الفارغه. وكل التحديات اللي تحدثها لنا في الفيديو اللي فات، في المقطع اللي فات، تردين عليها وردود سهله جدا يعني. فانت ايه اللي هو ايه ما تتمطعش قوي، لان انت ما عندكش اللي يدعمك او اللي يدعم نظريتك بتاعت الانجاز العلمي. دعونا نستكمل هرتله مع كابتن هيثم. شريف، تاني مرحلة بيبقى الجنين عبارة عن دم متجلط، قطع دم متجلط. أيضا هذه فضيحة أخرى. شوفوا الآن المهزلة. في أول مرة منسر البلاد قام بترجمتها إلى ماء المرأة. أيوه. الآن يترجم نفس هذه الكلمة إلى دم متجلط، وهي لا تعني هذا ولا ذاك. منسر البلاد يا شريف تعني دم الحيض، تعني دم الطمث، ولا تعني ماء المرأة، ولا علاقة لها إطلاقا بماء المرأة.
منشر البلاد يا شريف كما يعرفه. انا مش عارف ايه المنشر والبلاد اللي انت عمال تقول عليه ده كل شويه، بس المنشر والبلاد ده دم الحيض، هم ما قالوش ولا شريف قال ان ده ماء المرأة، محدش قال كده عم هيثم بيه. وزي ما قلنا لك قالوا ان ده بيتغذى، هم كانوا بيعتقدوا انه بيتخزن جوه الرحم والطفل بيتغذى عليه كمصدر للغذاء، والكلام ده في كل كتاباتهم يعني. ولم يتحدث احد ابدا ان الدم ده بيختلط بالسيمن او بالمني عشان يعمل جنين، والا كان هيعتقدوا ان المرأة بتحمل يوم ما بيجي لها الدورة، لكن هما كانوا بيلاحظوا ان المرأة ما بتحملش يوم ما بيجي لها الدورة، بيجي لها الدورة بعدها بشوية بتحمل. فما تقعدش تهري، ما تقعدش تهري على الناس وتقول الناس كلام الناس ما قالتوش. وبعدين يقول لك الترجمة، عمال يقول لك الترجمة واللغة والمش عارف ايه والمش والبلاد. يا عم لا انت عارف تنطق انجليزي وبتتريق على الراجل بينطق انجليزي ازاي، وعمال تقول لنا الانجليزي اللغة والترجمة واللي مش ترجمة وانت مش فاهم اي حاجة. عيب عليك، عيب عليك يعني. ده انت حتى الانجليزي بتنطقه بالفصحى، والانجليزي مسموش اللغة، اللغة دي ممكن تبقى اي لغة في العالم. تعال نكمل هرتل. اي طالب الف باء طب يخرج من الجدار الداخلي للرحم، ماشي، بينما ماء المرأة يخرج من المبيض بين المبيض وبين الرحم، يا سلام، مسافة طويلة يا راجل، يخترق البويضة المبيض عبر قناة فالوب ثم تصل الى الرحم. فماء دم الحيض يا شريف، أيوة، يأتي من داخل الرحم. ماء المرأة هو أصلا يأتي من مكان آخر عبر من المبايض، ينتقل إلى عبر قناة فالوب إلى الرحم. أدي طبعا يعني اللي هو إيه الجدع اللي عملنا فيها دكتور ده، عمال يهبط اللي يقول لك ماء المرأة بيجي من المبيض. يا عم المبيض بيجي منه ماء، المبيض بتيجي منه بويضة، وهي ليست ماء ولا تعوم في الماء، بل دي بتطلع من من المبيض، وعشان اللي هي مش عايمه في ميه ولا حاجه، في على معانا صوره توضيحيه يعني ممكن برضو ايه توضح لكابتن هيثم بيه هذا الموضوع يعني. يعني اللي هو ايه يقول لك الماء ومش الماء وبتاع، لا المبيض الرحم عليه على قناه فالوب، في حاجه على قناه فالوب اسمها الفيمبريا. الفيمبريا دي زي الشعيرات كده، بتلقط البويضه دي اول ما تطلع عشان البويضه ما توقعش في التجويف في البطن، فبتروح لقطها، لكن ما فيش ماء، هي مجرد بويضه يعني. يعني في هذا الرسم البسيط جدا جدا جدا، ادي يا عم اهو دي قناه فالوب اهي اهي اهي، والمبيض اهو، وفي هنا فيمبريا بتقعد تحسس على جدار المبيض كده لحد البويضه ما تطلع وتروح شفطها، وتنتقل بعد كده جوه القناه بحركات السيليا دي او الاهداب، لان مفيش سائل يعني، فمفيش ماء المراه بيطلع من اللي انت بتقوله ده، هرتله علميه بشع. وماء المراه لحد النهارده هو السوائل اللي بتطلع في الفاجينا في المهبل اثناء عمليه الجنس، ده اللي بيقولوا عليه ماء المراه، وده اللي كان متخيل محمد، كان متخيل ان السوائل اللي بتطلع منها دي زي السوائل اللي بتطلع من الراجل، فالاثنين بيتحدوا ببعض. لكن هو لم يكن يعلم شيء عن البويضات، لم يكن يعلم شيء عن هذا الكلام اطلاقا. والبويضات دي ما هياش ماء يا عم هيثم بيه، مش عارف اي كليه طب دخلتها انت، واي علم طب اللي عمال تتريق على الراجل وتقول له الف باء طب، الف باء طب، البويضه ما لهاش دعوه بالماء، ولا هي ماء ولا تسبح في ماء، هرتله بس وخلاص. تعالى كمل هرتله. ففي فرق شاسع يا شريف بين ماء المراه وبين الدم المتجلط وبين الاسبلات، قبل ما تتكلم تخلط خلط عبسي عشوائي حتى يعني برضه يستقر لك إلحادك الكهنوتي المدعفن، وتظن أنك بذلك يعني تستطيع أن تنام مطمئن بكفرك وبردتك على الإسلام. يا سلام. طبعا هم كانوا يظنون أن دم الحيض يتخزن داخل المرأة أثناء الحمل، لكن كما قلنا أن الإسلام صحح كل هذه الخرافات، يا سلام، وتحدث عن أن الإنسان يتشكل من نطفة أمشاج، ماء المرأة وماء الرجل، وليس دم حيض المرأة وماء الرجل. تقليل طبعا، لكن تقليل أنت طبعا باشا. أعلم أنك يعني أخبث وأمكر من أنك يعني تطلق الكلمة بمصطلحها يعني. يا سلام. نستمع إلى كلام شريف التالي. نستمع. من هو كلبة؟ الحارث ابن كلدة. يا سيدي شوف الفرق، وليس شوف الفرق. كلدة وقلدة. فين بقى؟
على بلاد فارس، قال لك انا عايش هناك. يعني كلدة وقلدة دي ضحكته، وحسيته ان هو بينطق الاسماء بشكل بشع، ونطقه للاسماء مزعج، وهو كابتن هيثم اللي عمال ينطق ان اسماء الناس ابي قراط وجيلينوس، والطريقة البشعة اللي بينطق بيها الاسماء دي عادي مفيش مشكلة، انما كلدة وقلدة ده بقى فيها مشكلة كبيرة جدا. يعني ما زي شريف يتجرأ ويقول قلدة وهو اسمه كلدة، اسم برضه يعني علامة في التاريخ، يعني ازاي misuse the name ازاي يعني. تعالى نستكمل يا ابتلا. وبكتبه دي اتعملت اكتر مدارس شهرة في ذلك الوقت، بما فيهم مدرسة مشهورة جدا اسمها جون دي سابور. المهم المدرسة دي اتعلم فيها ناس كتيرة قوي، منهم واحد اسمه الحارث ابن قلدة والملقب بطبيب العرب. ايضا كالعادة هذه الفقرة تحتوي على كومة من الفضائح التاريخية والفضائح المعرفية. يا سلام. فمدينة جندي سابور لم يكن لها أي وجود في المجال الطبي أو التثقيفي أو التعليمي أو الترجمي، وما ينقل في هذا الشأن محض أسطورة لا أكثر. طبعا هذا هو الهراء بعينه، يعني هو بيتهم الراجل اللي بيقول معلومات غلط، وقال لك مدينة جندي سابور ملهاش اي دور في المجال الطبي ولا الترجمي ولا العلمي على الاطلاق. طيب في لينك هحطه برضو. ثانيا قبل ثانيا يا عم واطي جون دي سابور، هحط هذا اللينك من صفحة محترمة على ويكيبيديا بتشرح مدرسة جون دي سابور، وبتشرح ايه الدور بتاعها وتأسست سنة كام، وكان ايه الحاجات اللي بتدرس فيها والمدارس اللي فيها كانت ايه. وبعدين قال ان هنا في هذا هي بتقول ان هي في مدينه في ايران، وفي هذا الجزء ذا رايس اوف جندي سابور بعد النيم على طول هتلاقي هنا ان بيقول لك سابور اي ميد جندي سابور هيز كابيتال، عمل لها العاصمه بتاعته. وسابورز وايف مراته ذا داوتر اوف اوريليان، واحد اسمه اوريليان ليفد ان ذا كابيتال وذ هيم، عاشت معاه في الكابيتال في العاصمه ديت. She brought with her Greek physicians. جابت معاها دكاترة جريك يونانيين. Who settled in the city. عاشوا معاها سكنوا معاها في المدينة. And taught Hippocratic medicine. وعلموا فيها، يعني مش بس قعدوا، كانوا بيعلموا في المدينة الطب بحسب Hippocrates. ايه رأيك يا عم فاسكونيا؟ ايه رأيك في الكلام ده؟ يعني عشان بس ايه تقعد تدعي وتتشدق ان المدينه دي ما كانش ليها علاقه بالطب ولا حاجه؟ لا، قال لك ان سافون نفسه مراته جابت معاها دكاتره جريك وكانوا بيعلموا في المدينه، سكنوا معاها في المدينه وكانوا بيعلموا الطب بحسب هيباكريتس. ايه رايك؟ ولا بس ادعاءات فاضيه واتهام الناس بالجهل وانت اجهلهم؟ دعونا نستكمل هرتله مع كابتن هيثم. علاقه الحارث بن كلده بجندي سابور لم تثبت بأي دليل. ثالثا وهو الأهم، الحارث ابن كلدة لم يظهر إلا في حادثة أو حادثتين يا لا أكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمه. شوف إزاي، وهو الذي أرشده ماذا يفعل في البصماجي اللي المسألة التي كانت هو معلم الحارث ابن كلدة. مشكلة الملحد أنه يعيش على وهم. يا سلام، شوف إزاي. وفروض خيالية. فروض خيالية. حتى يكفر. سأضع لكم السيناريو المضحك. والفروض اللي أنت بتقولها مش خيالية. بالمناسبة هو ناقل بالحرف، هو ينقل لأكثر. يا سلام. لكن سأستخدم السيناريو الذي ينقله هو بأسلوبي أنا يعني. سنفترض أن شخص يدعى خالد. هذا الشخص رأى شخص آخر يدعى ياسر. شوف. ياسر هذا القول. كان يوما ما في أمريكا. وبما أن هناك شاب اسمه يوكوهاما سافر إلى أمريكا قبل ياسر بمئات السنين. إذن خالد الذي ما رأى أمريكا ولا اليابان ولا يوكوهاما في حياته يعرف كل تفاصيل أسرة الميجي الحاكمة في اليابان. هذا السيناريو يضعه الملحد ويفترضه ويريد منا أن نصدقه. طبعا يعني هرتلة بشعة يعني، وحتى الأمثلة بتاعتهم أمثلة ركيكة
برضو بتاعت القرية وبتاعت الست أم سيد اللي قاعد على المصطبة بترتل، لأن هو إيه نفس النشأة يعني، ونفس الإيه التركيبة كده يعني، تركيبة الأرياف اللي هو إيه دخل كلية الطب وبتاع. فبيقول لنا مثل من هذه الأمثلة الفاشلة، هل الملحدين بيقولوا إن سيد وخالد كانوا عارفين ياسر، وياسر مش عارف يقوهامة وبتاع؟ لا، قال لك الحارس بن كلدة اتعلم في هذه المدرسة جندي سبور، هو بعد كده رجع وكان بيلقب بطبيب العرب، وهو عاش في هذا الوقت الذي كان محمد عايش فيه بشهادتك انت، ان هو تقابل مع محمد. فالسيناريو اللي انت بتقوله ليس له اي علاقه بالسيناريو اللي قاله شريف اطلاقا يعني، ما قالكش ان واحد كان يعرف واحد، لا قال لك الراجل ده راح اتعلم هناك ورجع. بس بسيطه يعني، ملهاش دعوه بالمثل الفاشل اللي انت بتحكيه يا عم هيثم بتاع. تعالى كمل. صدقني يا شريف، ايمانك بالرساله اسهل من كل هذا الهراء، ايمانك لكن بالاركاله اللي ما فيش عليها دليل هذا هو اسهل. المتاح فقط حتى تكفر. الكلام اللي قاله القران او اللي قاله جيلي ده صح علميا؟ الكلام ده مش صح. العظام في كذا نقطه، بس منهم نقطه العظام بتيجي قبل اللحم، ما بيحصلش الكلام ده، الكلام ده في العلم خطا تماما. طيب الان هذا هو لب الان بقى هذا يرد علينا الجسم. بقى العلامه، هل امال ايه؟ العظم يتكون قبل العضلات ام بعد العضلات ام مع العضلات؟ الرد بقى طبعا في العلم. البدايه نود ان نؤكد حقيقه هامه، وهي ان الملاحده الجهله لا يفرقون بين اللحم والجلد. يا سلام، فكسونا يا العظام سلام، لحمه، هم يتخيلون ان اللحم هو الجلد. شوف ازاي، ولا يعرفون ان اللحم في لغه العرب هو يعني احنا مش عارفين للاسف يعني، احنا كملاحده مساكين مش عارفين ان اللحم هو الجلد يعني، مش عارفين، احنا فاكرين ان اللحم هو الجلد، لكن طبعا اللحم والجلد حاجات مختلفه يعني. يعني نورت المحكمه يا كابتن هيثم بيه يعني، بصراحه مش عارفين من غيرك كنا عملنا ايه يعني. الواحد يبقى قاعد كده عمال يفكر اللحم ده اللي هو الجلد، فتيجي سعادتك تعرفنا ان الجلد حاجه واللحم حاجه تانيه. متشكرين جدا يعني، اتفضل كمل هالكلام. العضلات الهيكليه سكليتال المصل سكليتال وليس سكليتال، هي دي ايه دي اللي انا مستنيها من بدري، لان يعني برضو ايه الجماعه اللي انا كنت اعرفهم برضو اللي شبهك كده، فبرضو اللي هو ايه مش عارف ينطق الكلمه يا عيني، فبيقول لك سكليتال المصل، هي السكليتال المصلز بقت سكليتال. ليه بقى؟ لانه يعني مسكين يعني طالع من القريه وبيقرا في الكتاب، وبعدين راح رامين عليه كتب بالانجليزي، فهيعمل ايه يعني مسكين؟ وجاي يتريق على الناس في الاخر. تعالى كمل يا عم سكليتال. وليس الجلد. والجزار حين تشتري من عنده اللحم ايه بقى؟ فانت تشتري من عنده السكليت المصري. انا هسميك سكليت، وليس اسم الجلد، حلو ليك، يبقى هيثم اعطاك سكليت. جلد لتشارجرت معه ده طبعا. بالطبع اي طالب طب في الف باء طب يعلم كل ان حاجه الف باء لغه والف باء العضله طب الهيكليه مالها بقى؟ ترتبط بالهيكل العظمي، ولا تنشا العضله الا من عظمه نسميها نحن اوريجين، منشأ العضلة يعني، ولا ترسو إلا في عظمة نسميها نحن انسيرشن اللي هي مدخل العضلة. راجل نصاب درجة أولى يعني، قال لك الأوريجين والانسيرشن بتوع العضلة يعني، عايز عضلة زي البايسبس مثلا بتبقى ماسكة هنا في جزء في العظم بيقولوا عليه الأوريجين، وجزء تاني اللي بتمسك فيه عشان تحرك العظمة اللي بعدها بيقولوا عليه انسيرشن. فهو عايز يقول لنا أوريجين، طبعا بما ان هي تدخل على جوجل ترانزليت عشان تترجم الكلمه، فيقول لك اوريجين يعني المصدر. فهو متخيل بتفكيره البسيط ان اوريجين، كلمه اوريجين طالما ترجمه مصدر فمعناها ان العضله بدات من الحته دي، او ده مصدر العضله، مع ان ده كلام في منتهى الهرتله، وهنشوف دلوقتي الكتب بتقول ايه. بس الكلام ده هيثم سكليتال ما ينفعش، لان اوريجين وانسرشن ده اللي هو عايز يفهمك العضله دي ماسكه في انهي عضمايه عشان تحرك انهي عضمايه، مش معناها ان هي طلعت منها. بطل جوجل ترانزليت، روح اتعلم لك كلمتين لغه، لغه انجليزي يعني، وبعدين يبقى تعالى اتكلم. تعالى نكمل هالكلام. ده العضله ترتبط تماما بالهيكل العظمي، لانها تنشا من هيكل عظمي وتذهب اليه. يا سلام يا سلام. فالخلاصه يستحيل يستحيل ان تظهر عضله قبل ظهور العظام. شوف ازاي. فالعظام يا سلام تظهر اولا ثم تكتسب العضلات في نفس الوقت تقريبا. يا سلام. لكن هل هناك فرق فيمتو ثانية أو أقل؟ هناك فرق طويل بين ظهور العظمة وظهور العضلة فوقها. طبعا طويل بالنسبة إلى تاريخ الجنين، لكن قصير جدا زمنيا طبعا. ولذلك في القرآن الكريم فكسونا، والفاء تدل على سرعة التعقيب. أي حاجة بقى إيه عشان إيه نطلع من المأزق، لأن المأزق وحش.
لان علميا الاثنين بيطلعوا مع بعض simultaneously في نفس الوقت. فقال لك ايه نطلع منها ازاي؟ قال لك فا. فالفا بقى دي معناها ان هي يعني سرعه الحدوث، يعني دي بتطلع لو انت تروح طالعه وراها على طول يعني. طيب نشوف بقى ايه كلام الناس اللي هي يعني ناس زي كده مثلا. ده كتاب امبريولوجي محترم اهو يا عم هيثم بيه. ماشي يا عم الحاج، ماشي يا عم هيثم سكليتر. الاثنين بيطلعوا من طبقه اسمها الميزوديرم، ودي هنا اسمها ايه ديفيشن اوف ميزوديرم. حلو، ديريفاتيفز اوف ميزوديرم. يعني ايه ديريفاتيفز اوف ميزوديرم؟ يعني ايه الحاجات اللي بتطلع من الميزوديرم؟ بيطلع منها العظم والعضلات. بيبتدي هنا يقول لك ايه، بيطلع حاجه الاول اسمها السومايتس. تمام يا عم اسمك انت السومايتس. السومايتس دي بتطلع الاول، حلو، وبعدين هنا بيشرح لنا بالتفصيل ان هنا يعني في هذا الكلام كده لما تقراه بيطلع بقى منها ايه حاجه اسمها السكليروتوم. السكليروتوم ده بيطلع منه الحاجه اللي هتبقى عظم بعد كده، لانها في الاول بتبقى هشه وضعيفه جدا زي الغضاريف، وبعد كده بيحصل لها كالسيفيكيشن فبتنشف وتبقى زي العظم، ومعاها كمان لان هي المصدر فبيبقى منها العظم والغضاريف مع بعض واليانج كونكتيف تيشو. وبعد كده برضو بيطلع حاجه تانية اسمها المايتوم، وبيسموها الدرماتومايتوم. ليه؟ لان هذه الحاجات اللي بتهاجر في نفس الوقت مع يعني السكليروتوم دي، السومايتس دي بتهاجر في اماكن معينه اللي هتعمل فيها مثلا حاجه زي اللمس الايدين او الرجلين، وبيهاجر معاها في نفس الوقت. السكليروتوم والدرماتومايتوم بيهاجروا مع بعض في نفس الوقت، وبعد شويه يعني لو قريت في هذا الكلام اهو يعني الكلام واضح اهو واخد بالك، بيهاجروا مع بعض، وبعد كده بيحصل ديفرنشيشن للسكليروتوم دي عشان تعمل جزء منها يعمل العظم وجزء يعمل الغضاريف وبتاع، وفي نفس الوقت الدرماتومايتوم بتعمل جزء منها الدرمز او الجلد، والمايو الجزء المايو دوت المايتوم بيعمل العضلات السكيلتال ماسلز. فالاثنين مع بعض يعني بيحصل ديفرنشيشن. وبعدين هنا في الكتاب ده يعني ده بس قال اللي ايه مجرد ايه اللي بيحصل، لكن هنا هذا الكتاب دخل شويه على العمق وحكى ايه الحاجات اللي بتتاثر بيها جينز بقى. يعني الجينز ديت اللي هو ايه الهيتش هاج جين، وبعد كده الحاجات بقى اللي بتخلي هذا الجين يعني الجين ده بعد ما بيبتدي يترجم بيطلع بقى فاكتورز ترانسكريبشن فاكتورز زي باكس 1 وبقيه الحاجات اللي هي الدبليو ان تي هنا، وازاي هما الاثنين بيأثروا على بعض. فالحاجات دي بتطلع ترانسكريبشن فاكتورز عشان العظم يكبر، وفي نفس الوقت بيحصل فيدباك من العضلات اثناء العظم ما بيكبر عشان يعطل العظم شويه عشان العضلات بتمتد، وبيبقى في تناغم كبير جدا بينهم وبين بعض طول الوقت. وتقرا هنا يعني اللي هو ايه الجروث فاكتورز وازاي بيشغلوا بعض هنا، الباكس 3 والباكس 1 ازاي بيشغلوا بعض وازاي كله بيبقى متناغم في نفس الوقت وازاي بيردوا على بعض، وبعدين ما ينفعش العظميه تطول قبل العضله فلازم الاثنين يطولوا مع بعض، فبيبقى فيه انهبيترز بتطلعها العضلات للجين عشان تخلي العظم ما يطولش قبل العضله عشان الاثنين يمتدوا سايمالتينيسلي او في نفس الوقت. فاللي انت بتقوله ده عباره عن تهريج كبير جدا وهرتله بشعه بشعه. دعونا نستكمل عبط مع كابتن هيثم سكليتر. ولو تعمقنا قليلا داخل علم الاجنه طبعا اي طالب اولى طب وثانيه طب يعرفون ان الاسكليروتوم وهو الخلايا التي تكون العظم زي الميستي والبلاد، هذه الخلايا يحصل فيها ديفرنشيشن او تكون او تشكل العظام قبل الخلايا التي تشكل اللحم والجلد واللي هي بتسمى ماتوميوتوم. اسكليروتوم يسبق الدرماتوميتوم في الديفرنشيشن. طبعا هذا الكلام الان امامكم على الشاشه بمصادره الف باء امبريولوجي. سكليروتوم بيفور درماتوميتوم، طبعا الدرماتوميتوم ده اللي هو بيشكل العضلات او اللحم والجلد. فالميوتوم اللي هي العضله بتظهر في مرحله تاليه في الديفرنشيشن الخاص بها
بعد الاسكليروتوم. طبعا للاسف الشديد هذه الكلمات هي الف باء طب، هي الف باء امبريولوجي، لكن نحن نتعامل مع مجموعه من الجهله. لو عرفوا المعلومه فانهم يتجاهلونها، يحاولون التغرير بالشباب الجاهل الذي لا يعرف كل هذه المعلومات، لان هؤلاء الملاحده لا يمتلكون مسحه اخلاق تردعهم. هل اللي انت قلته ده معناه ان العض بيطلع قبل العضلات؟ يعني عشان السكليروتوم بيتعمل ديفرنشيشن ليها قبل الدرماتومايتوم، كده العظم طلع قبل العضلات؟ يا عم هيثم، يا عم هيثم ركز في الكلام اللي انت بتقوله. انت اساسا فاهم الكتاب ده بيقول ايه؟ انت فاهم الناس دي بتقول ايه؟ يعني عشان السكليروتوم اللي هو ما يعني ما بقاش حتى عظم لسه، حصل له ديفرنشيشن، بقى خلاص كده العظم طلع قبل العضلات. طب محمد ما قالناش كده ليه؟ ليه ما قالناش سكليروتوم؟ والسكليروتوم ده ايه الحاجات اللي هتطلع منه بعد كده اللي هي من ضمنها العظم؟ ما قالناش كده ليه؟ ليه ما شرحناش لما هو في اعجاز علمي؟ ليه ما شرحناش الكلام زي ما الناس دي كده كاتباه؟ ليه مجرد بس ايه كسونا العظام لحمه؟ لحمه ايه اللي كسا عظام؟ ايه الهرتله؟ وهو ده كده الاعجاز العلمي؟ طبعا ما فيش حاجه اسمها العظم بيطلع قبل العضلات، ان الخليه السكليروتوم دي تعمل لها ديفرنشيشن قبل المايتوم، ده مش معناه ان العظم طلع قبل العضلات. بتعمل ديفرنشيشن، بتتفرع، تديفرنشيت، الجزء ده دلوقتي هيستقر هنا عشان يبقى كذا، والجزء ده هيهاجر الناحيه الثانيه عشان يبقى كذا، هيبقى غضروف، وده هيبقى يونج كونكتيف تيشو، وده هيبقى كذا، بيحصل لها ديفرنشيشن. القصد منها ان الدرماتومايتوم ما بينفصلش قبل السكليروتوم بيتكون الاول، وبعدين الدرماتومايتوم بيجي معاه، وبعد كده يحصل ديفرنشيشن، وبعد كده الهدف ان الدرماتوم والمايتوم بينفصلوا بعدين، عشان كل واحد منهم يروح، اللي هيعمل الجلد والتاني هيروح يعمل عضلات، لكن الاثنين ماشيين سايمولتينيسلي. يا عم هيثم وانت مش فاهم اي حاجه وبتهرتل وخلاص، عيب عليك عشان تيجي تتريق على الناس في حاجات انت نفسك مش فاهمها. ويعني مش عارف كليه الطب اللي علمتك الكلام ده علمته لك فين؟ هذه الكليات البائسه التعيسه اللي بيطلع فيها المحاضر يجيب ايات من القران ويقعد يهرتل فيها على الناس اللي قاعدين، وعايز تطلع جيل دكاتره ناجح مثلا؟ وفين بقى هو الاعجاز بعد بقى كل الهرتله اللي انت عملتها دي، واتريقت على الناس ووصفتهم بالجهل وقولت ناس ما قالوا كلام ما قالوهوش؟ فين بقى الاعجاز؟ اين هو الاعجاز في اربع خمس كلمات؟ هل تقدر انت النهارده تكتب الاربع خمس كلمات دول وتنشرهم ككتاب وتقدمه لاي مجله علميه مثلا وتقول ده اعجاز؟ ولما انت يا سيدي عندك اعجاز، ليه مستني الغرب الكافر الصليبي الصهيوني الملحد يكتشف حاجه وبعدين تقول له كانت عندي؟ مش واخد بالك ولا ايه؟ ده كانت عندي من 1400 سنه. طب ما قلتهاش انت ليه من الاول لما هي كانت عندك؟ طب بلاش، عايزين نعمل كده ايه تحدي كويس. انتوا عندكم حاجات جامده بقى قوي يعني، وهذا الكتاب الاهطل مليان بقى اعجازات. في دلوقتي مشاكل كتير جدا بتواجه الطب وبتواجه علوم كتير مش الطب بس، مثلا امراض مستعصيه، مرض زي مثلا اتش اي في مش لاقيين له علاج، الناس عماله بتدور بتحاول انها تشوف علاج قاضي على المرض، زي ما لقوا علاج لفيروس سي يقضي على المرض تماما، بيدوروا على علاج يقضي على اتش اي في تماما. فاتفضل دور عندك وقول لنا، حل لنا مشكله يا سيدي. ما احنا دلوقتي احنا يعني في عهد، احنا في عرض دلوقتي اي اعجاز، اي اعجاز علمي او اي اكتشاف علمي، شوف كده اي مشكله من المشاكل اللي بتؤرق الطب وطلع لنا كده من ضمن الدرر اللي قالها رسولك البصمجي او من هذا الكتاب الاهطل، وشوف الاعجازات اللي فيه وطلع لنا حل لاي مشكله. اتفضل معاك المايك يعني، اتفضل طلع لنا اي حاجه. ولا انت هتستنى لما الغرب الصليبي الصهيوني الكافر الملحد يطلع علاج للمشاكل دي وبعدين ترجع تقول ايوه بس هي ما كانت عندي؟ طب ما هي عندك، عندك ايه الحاجات واعجازات جامده اهي، اتفضل طب حل لنا اي مشكله دلوقتي. بس نقي اي مشكله طبيه، بما ان سعادتك دكتور المفروض يعني، نقي اي مشكله طبيه حاجات من الحاجات، مثلا تشوهات الاجنه مثلا، اهو في قلب علم الايه الاجنه، وطبعا الكتاب بتاعك ابدع في علم الاجنه وجاب حاجات ايه في علم الاجنه 100 100 تمام، واعجازات علميه في علم الاجنه. حاول تشوف لنا حاجه نعالج بيها المشاكل الجينيه اللي بتحصل عشان الاطفال اللي بيتولدوا بمشاكل جينيه، الترايزومي 21 مثلا ماشي،
حاول تحلها لنا، شوف لنا كده ايه اجاز عندك يحلها لنا. الاطفال اللي عندهم بلع مغولي ترايزومي 13 او 18 اتفضل حلها لنا. الحاجات اللي فيها المشاكل اللمز مثلا الفوكوميليا اللي هي ايه الاطراف ما بتكبرش، جاستروسكيسس، اي حاجه اي حاجه اي حاجه من المشاكل الطبيه اللي ما زالوا بيدوروا لها على حاجات دلوقتي في الجينات او علاج جيني، حل لنا بيه المشكله، طلع لنا اي اعجاز علمي من عندك وحل لنا المشكله. ما انت عندك اعجازات علميه جامده كده ولا ايه؟ طبعا لما هيكتشفوها بعد 20 30 سنه هيقول لك ايوه ما كانت موجوده برضه عندنا. هو ده الفشل بعينه يا عم هيثم بيه. وبدل ما تيجي تتريق على الناس داري الخيبه اللي عندك، انا لو مكانك اخبي الكلام ده ما اوريهوش لحد، لانه كلام مضحك، كلام مضحك وجاهل، ويدل على ان الكلام ده اتكتب في عصر ينتشر فيه الجهل بس. عيب عليكم، والى ان نلتقي في حلقه اعجازيه اخرى.